السفير السعودي يستفز الجنوبيين برفضه زيارة الانتقالي. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. استفز سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد الجابر قيادات وكوادر المجلس الانتقالي الجنوبي برفضه زيارة مقر المجلس في عدن في وقت يتردد بين الحين والآخر على صنعاء للقاء الحوثيين. كشف هذا عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي رئيس مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات صالح أبو عوذل بتأكيده رفض السفير الجابر زيارة مقر المجلس الانتقالي في عدن. وقال أبو عوذل في تغريدة على منصة تويتر: زار صنعاء والتقى بالحوثيين 3 مرات إن لم تكن أكثر، لكن هناك من يقول إنه يرفض زيارة مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في جولدمور وأردف. ما هو السر؟ هل يرى أنهم انفصاليون ولا يريد أن يغضب الشلة إياه؟ يأتي هذا بالتزامن مع استئناف سعودية تصعيدها ضد المجلس الانتقالي الجنوبي ورفعها وتيرة استفزازها باستهدافها الصف الجنوبي بعد تحقيق وحدته وإعلان الميثاق الجنوبي وإقرار وثيقة أسس بناء دولته الجنوبية الفيدرالية. وتترافق هذه الاستفزازات مع زيارة السفير السعودي محمد الجابر عدن ولقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بحضور نائبه اللواء أيدروس الزبيدي الثلاثاء للتهدئة من وقع زلزال الذي أحدثه المجلس الانتقال الجنوبي بإعلانه عن الترتيبات للدولة الجنوبية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.